البطولات علي معلول مع النادي الاهلي، يعني ما شاء الله في الرغم من الفتره القصيره لعلي معلول اضاف النادي الاهلي 4 سنين، لكن ما شاء الله محقق بطولات مع النادي الاهلي، 3 دوري، كاس مصر، كاس مصر، و2 سوبر مصر. بس ناقص الاهم 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 اكيد بطوله دوري ابطال افريقيا اكيد. لا في كلام يتقال في النادي الاهلي يعني من الاداره ولا من اللاعبين الكابتن الفرقه، يعني ممكن اي حد في النادي الاهلي ياخد دوري، اي حد يعني الناس كلها اللي عدت على النادي الاهلي خدت الدوري. بس بخلي بالك بطوله الدوري انت بتتكلم عنها دي، يعني في ناس بتاخدها كل 15 سنه بالنسبه لهم. لا انا بتكلم على النادي الاهلي احتفال، لا ده في حاجه تانية يعني. انا بتكلم على النادي الاهلي متعودين على الدوري، يعني بتكلم ما شاء الله في 41 دوري يعني الناس كلها اللي عدت على النادي الاهلي خدت الدوري. بس الناس للجمهور بيفتكرها ولا الجمهور بيشوفها، الناس بتاخد افريقيا يعني ده الكلام اللي بيتقال في النادي الاهلي. شايف وانت بتتكلم كل ماخدك لبطولات علي معلول الدوري والكاس والسوبر ياخدني لبطوله افريقيا، شايف يعني علي معلول في 2017 وصل للنهائي كانش موجود، رغم انه ادى اداء رائع طول مشوار البطوله، وجه في اللحظه الاخيره